السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما كملنا الكونفجريشن خلونا نشوف في الستاتوس. لو نيجي هنا نقول له show init status. لاحظ هنا if 10 not connected. اوكي okay. if 11 connected full. طبعا هذا بيظهر يمك هنا connected كون انه احنا هنا في ال GNS3 عملنا له connect اصلا ويا الفيدورا. اوكي لاحظ هذا ال if 11 اوكي بيظهر لك connected. وفي عندك هنا trunk ال F1 11 trunk, في عندك trunk, وفي عندك ال 14 وال 15 ايضا trunk. اوكي لاحظ ال 11 لو جيت بعت عليهم 11 this one. اوكي هذا اذا بنشتغل احنا على السويتش 1. اوكي صح اذا احنا بنشتغل على السويتش 1 لاحظ انه اوكي سويتش 1 1 1. this is with router, sorry not fedora. عفوا خربطت with router لان router شغال في fedora هي اصلا طافي. لاحظ لون احمر, اسف جدا, اعتذر. زين هذا هنا if 11 لون لاحظ انه هنا connected هذا with router full. هنا ايضا عندك هنا trunk if 11 لاحظ ال 11 هذا ويا ال 2 عندك 13 not connected 14 وال 15 also 14 اوكي 14 وال 15 ايضا مربوطين مع الراوتر 4. جميل جدا. اذا هذا الستيتوس اللي شفناها trunk ما عندنا مشكله بها. زين شو اللي اقدر خلينا نجي على الاربعه نفسها اللي هو this one 4 اللي مربوط مع ال 1. لو نجي على ال 4 خلونا نشوف بالفور ايش راح نقدر نسوي. لو نجي هنا نقول له show init oops لا مو هالشكل هيطلع لي all information. اوكي والله اعرف. زين show init trunk. اوكي show init trunk. اذا بهيك حاله حيطلع لي trunk اللي صاير. لو اجي هنا انا اباوع المود on على من على 13 14 15. خلونا نشوف 13 14 15. هذا واحد. اوكي انت عندك 802 1Q status trunking اللي عندك native VLAN 111 ما عندنا مشكلة بيها. plus انه الactive لاحظ 1 10 20 30 10 20. طبعا هذا اذا اوتوماتيكيا اذا كان دروب, اذا عملت دروب على اي واحد من عندهم هذا اوتوماتيكيا حيختلف فيه من الاكتيف داتابيس. وعندنا ايضا هنا الفي لانز لاحظ هنا في عندك 10 20 30 10 20 30 وال15 على 1. اوكي 15 على ال1. زين خلونا نجي على ننتقل للمرحله الاخرى. هنا لو لو نجي هنا نقول لهم for example إذا أردنا نشوف الـ spanning tree راح نقول show. طبعا في كثير من الناس تتبع هاي الطريقة أنه تعمل spanning tree وتكتب رأسا VLAN. أوكي فلتكن VLAN 10. أوكي هذا تعمل انتر راح يظهر لك بهذا الشكل, وهذا الشكل قبيح جدا, يعني حتكون عندك شويه مشاكل في قراءتها. بس في طريقه اخرى لو انت تضيف هنا نفسه هو show spanning tree VLAN 10 تكتب brief. لاحظ كيف يظهر لك اياه بابارا مرتب جدا 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 جدا. زي هنا بيشتغل على الفاست ايثرنت 1 اوفر 4 14 14. اوكي سو البورت 55 بيستخدم الا 13 14 15. لاحظ لو تكتب كلمة brief كيف يظهر لك بشكل ألطف وبشكل أجمل. أوكي فاستخدمها يعني حتفيدك كثير. زين شو نسوي بعدين هنا أنا خلينا نقول بال لو دخلنا للconf t في configuration شو راح نكتب شو نسويها. لو نجي هنا نكتب spanning tree VLAN 10 علامة استفهام. اوكي
اوكي زين، هنا عندنا فوروردينج هيلو اوكي، هذا بالكونفيجريشن. زين لو اجينا هنا كتبنا روت. زين اذا هنا بهالحاله نكتب VLAN نفس نعيده ال نو نوت ذس وان سبانينج تري VLAN 10 ونجي نكتب هنا روت primary. اوكي روت primary حيظهرنا VLAN. اوكي جميل جدا. This is configuration good. And لما عملنا end نجي هنا هسا نعمل show ايضا brief. اوكي this is the address priority this is this bridge is root. اوكي احنا بهيك حالة حولنا البريدج 4 الى الروت. زين هذا اول خطوة احنا عملناها. لو نجي على من زين هنا لو نقول له اوكي this is one this is two ما عندنا شيء هنا نتصور انه نقدر نعمله. اوكي خلونا ننتقل لل خلينا نعمل WR لا ننسى لانه اي تشينجينج احنا بنعملها حاول تعملها WR ليه ممكن يعني حتى لا ينهار. زين خلونا نجي هنا لو نعمل conf t ونجي نكتب هنا init fa 1 over 1 اوكي لانه هنا في السويتش 4 انت في عندك هذا fa 1 over 1 صح انت عندك الفيلان هذا اللي مربوط معاه الفيدورا. سو نجي هنا fa 1 over 1 حنكتب هنا switch port mode access okay switch port mode access VLAN 10 okay oops switching port access VLAN 10 invalid ليش switch port mean okay وين عندنا مشكلة port access VLAN so where is the problem خلينا نشوف التايم ساعة 10:37 دقيقة. زين خلينا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.